وكذلك نضمنوا الصحه والسلامه ديال المعاملات العقاريه. والوزاره يعني سبق لها انه ساهمت في التاسيس ديال واحد المجموعه ديال الجهات المهنيه على سبيل المثال المهندسين المعماريين، وكذلك في دراسه ديال الوطنيه للمعيشه العقاريه وكذلك ساهمت في الاعداد ديالها. وهذا يعني تيجي ايمانا الوزاره من الثقافه ديال الحوار، الثقافه ديال التشابه التي تنتهج مع المهنيين العاملين في القطاع. المهم كذلك انه كانت الوزاره عدت واحد الدراسه حول التذكير بالتعاون مع البنك الدولي، من بين المحاور الاساسيه التي خلت بها الدراسه هو ضروره تنظيم المهنه ديال الوساطه العقاريه. ومن ثم كان هذا هو المنطلق بالنسبة للوزارة، أنها عملت على إعداد واحد مسودة قانون يتعلق بتحديد شروط ولوج المهنة. كذلك تم يعني فتح نقاش ومساهمة جميع الفاعلين، لأنه أنتم كتعلمون بأنه الفاعلين في هذه المهنة هذه راه تابع تمثيلية تابع تابع يعني بأن الأطباء الجمعية الوطنية للوكالة العقارية المغربية هذه كانت تحضر معنا يعني فتحنا لها نقاشات وتشابه ونسق، وتم اعداد ذيك المسوده. المسوده صراحه عرفت كذلك كانت في المسوده الاولى وفي المسوده الاخرى بادنى لواحد المجموعه ديال التحويات اليوميه اللي كان عرفها في القديم. بالنسبه للنص القانوني يعني كما كتعلموا هناك غياب هذا بس قانوني يعني هناك فراغ قانوني صراحة في المجال هذا. كما سبق لي قلت بأنه المحاور الأساسية اللي تضمنها هذا النص هذا، أولا تكلمنا على تحديد المهام والأدوار ديال الوكيل العقاري، كذلك تكلمنا على الحقوق والتزامات الوكيل العقاري، تضمين مقتضيات تتعلق بشروط وكيفيات مزاولة المهنة. حضرت لي في الاجتماع الاخير في هذا القانون الذي يفرض التزامات على الوكيل العقاري، وبالتالي يعني خلق او وضع نص قانوني مؤثر. هذا يعني اصبحت مساله يعني مفروض. اذا هذا يعني بشكل عام يعني ما صار لقبه هذا النص، إضافة للمحتويات التي يتضمن هذا النص. الآن نحن يعني مستعدين يعني لاستماع ما كانت هناك بعض التساؤلات، بعض المطالب، بعض الاقتراحات. كان يعني بالإمكان أنهم يستهلكوها وكانت تواجد فيها وأنه كانت يعني تصب في مصلحة المهنة فلا مرحبا بها. وبغي ناكد بان لانه الوزاره هي اللي ما تقدروا تعتبروا بمثابه محامي عن الوكيل العقاري في الدفاع عن المصالح. هذا هو المشكل الكبير، ماشي كان نقول لك التاكيد ديال الدولة شكرا للسي العاقل، شكرا للسي داري، السي سعيد، جمع الشمس الصحراوي، قايدونا السي عواد الزاني والسي عراقي والناس كلهم قدامي وحتى تقدمنا باش نسافر فيها.
فيسبوك الانترنت الناس كاينين حاجه تعلم الباكور ديالهم ولا ما حتىش نفس الوقت كيكون شي ناس كيحسبوا هو اللي العطار كيقولوا صح لا هو الدوله ما بيناش حتى مثلا المصطلح يعني وكيل عقاري راه كما قال الاخ كلمه بديس لان العقار يدوز من البدايه ديالو الاستثمار من البدايه ديالو هو الوكيل العقاري هو صريح كنتمنوا ان الوزير الجديد ان شاء الله لان انسانه رئيس الجمعيه الجمعيات بدون ضغط انسانه شابه وطموحه ومرأة عندها واحد القوه ثانيه باش ما غاتزيد الناس اكثر خرجوا من هذه الدوامه ديال التطفول ديال هذه المهنه شريف هذه المهنه تعلمنا لها 40 عام انا اول مره درت هذا الشيء ديال وكيله عقاريه على الصعيد المغربي الحمد لله واخا حنا دابا عندنا مدينه مستثمرين كاملين وهذا المهنه تاعنا بقات عندنا في الدم ديالنا كيفاش نتخلاو عليها لان فيها ناس شعباء فيها ناس لذيذين فيها ناس قدامى خدموا معنا كلهم مستساعدة لو كانوا عندنا فوق 30 عام هل المهنة علمتنا لقتنا معنا الشرفاء ناس مسؤولين ناس وزراء ناس على القمة العالية دونك حنا ما نقدرش نفرطوا فيها ولا نخدموها بالفيسبوك ولا نخدموها بالانترنت ولا نخدموها باش نوضحوها حنا خصنا نبقاو في التقاليد ديالنا اللي هي كنعرفوا واحد لاجونس كيتحمل المسؤولية كنمشي كيتسنى كيقول لنا نسولو بغينا نشريو البلان البلدية شنو فيها لامور ديال لاجونس شنو فيها حنا راه كنتكلفوا من اكثر زاد هادشي الوكيل العقاري الناس القدماء اللي حنا خدامين كناخذوا تيجي عند الكليات يقول لك شنو بغيت ندير بها بغيت ندير بها سهلات ولا بغيت ندير هاد المسكا السكنه البلدي عشرو غادي ندير لك نقول البلديه المحافظه اللي غيديروا المهندس الكاباس حتى تنوليو عائله راقيه دابا كنشوفوها في الفيسبوك هذا واحد المنزل هذا واحد الطاح هذا واحد الاستغلال واش كاين وكيل عقاري؟ إلا كاين واحد الاستفسار هو عاد لازم عقارك تيشد واحد الفيديو ولا كتوقع المشكل كتقول للنيابه العامه كاين ثلاثة واحد كاين تيمشي يدخل على شي أجونس يقول له أنا كنت مع أجونس إلا حنا كما خلا دابا واحد الفيديو خلا دابا أسس وفاق الجيرة ودابا أسس عبد الله وسيد الأنصار وزاد الشرق وأخر راكم تفرطوا على هذا الثلاثة على الأقل قبل الهزة هذه قبل ما يكون كل هذه السودات على كلفات الفاتورة أي واحد نهائي الوكيل العقاري يكون عنده مقام من وزارة الإسكان لأن هي الوصية الأولى على الوكيل باش كل مدينة غادي يكون عندها واحد الجمعية واحد المنظمة على الراس ديالها كتشمل المسؤولية ديال الوكلاء العقاريين ديال كل مدينة ديالها في نفس الوقت كنطلبوا من الوزارة باش بحال هاد الاراضي اللي كتخرج ديال العمران ديال الاسكان يكونوا الناس اللي هما السائلين اللي غيخدموا في المكتب ديال البيع ديالها يكونوا من الوسطاء العقاريين يكونوا عندنا الناس في كل مدينه يكونوا يخدموا مع الاسكان الكبير حيت هاد المهنه راه بدات كتنزل لواحد الدرجه بدات كتموت كانت ثلاثه من النواب كانوا بزاف ديال الحوايج لان كيفاش غادي يعيشوا هاد الناس السي العراقي ما دارش موضوع السي الوزاني ما دارش موضوع زكيه ما دارش موضوع انا ما دارش موضوع يمكن نديرو السي سعيد دار موضوع علاش دار موضوع لانه ما كتشوف هاد الحرفه كلشي ولا خرج فيها كيدير مشكل كتمشي للعماره يقول لك السيد سير شوف عندي الدار في العماره الفلانيه كنروح عند الكونسيرج كتهضر وانت تخرج السيد كيتبعك الكونسيرج ما يسولكش لا شي علم شنو بغا يدير هاد الوكيل ولكن الا كانت عندنا المهنه مقنه وعندها قوانين ديالها وعطاونا واحد الاذن ديال كل مدينه والسلطه المحليه تعاوننا كنظن ما غاديش يبقاش واحد يحكي الله كان في السلطه هو جالس في القهوه شاد الفيسبوك من القهوه شاد الانترنت من القهوه وكيتنافس مع الناس اللي هما كيخلصوا الضرائب ديالهم كيخلصوا الثريه ديالهم كيخلصوا السجل التجاري بزاف وغتكون حتى الدوله حنا مساندينها وهي مسانده اي حاجه كانت محتاجها الدوله لا في الاسكان ولا في الضرائب ولا غير كنكونوا حنا السباقين كنكونوا نعرفوا بزاف الحوايج قبل اي واحد يمكننا نساعدوها من الاساس لان حنا الشعار ديالنا هو نحميو بلادنا ونحميو الناس بلادنا ونكونوا جمهور مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله لان حنا
ما نقولوش بان هاد الحرفه ما بقيناش باغيين نخدموا فيها ولا ما عجبناش، حنا الحرفه كما نسيت لنا حرفه شريفه، والمهني ديالي هو مهني، راه القيمه ديالو القيمه الناس اللي هما كي الناس العليا اللي هما من الفضاء والتحول. علاش حنا بالضبط هذه المهنه ما بقاتش تقل لنا؟ اللي نوقع بحالنا تقلوا العدولات تقلوا المهن كلهم تقلوا الا هذه المهنه. علاش هي تجي مصيبه ويديروا الاعتقال يديروا الوكيل يعترفوا به، ومني القانون باش يزيدوا به القدام ما كيعترفوش. راه الناس كاين الناس الوزراء والرجل الوزراء الرجل اللي يتكسر في موضوع الفوسي هذاك الجمعيات ما نحيدوش الجمعيات الكبار لان خدموا كل واحد اللي كيحب يمشي الجمعيه كما قلتي كتاب، ولكن اللي كيجي كيدير واحد يد الله مع جماعه كيمشي حتى هو الطلب ويدير الشكايات ويدير واش غادي تخدم. هاد الناس مادام باغيين يتخدموا ومعترفه بهم الوزاره ديروا يد معاها وديروا يد معاكم ونشوفوا هاد الناس الى مخدمين. وكنشكر نشكركم على الاسئله اللي جبتوها من الوقت بعدا كنشكر بزاف، وكنشكر الوزيره اللي بدات لي الطلب، وكنشكر الجميع اللي حضر، وكنتمنى الله مسيرتكم موفقه لان هذا الشيء راه كيتسال. ها هو دابا كما قال السيد الوزاري ها هو الجمعيات وداديات ستات برشيد دارنا هم راسين على الناس، ولكن كيف شاف الوكيل العقاري عاقلو هذاك مارشي غادي يخلي الناس ما يوص ما نخلوش الناس، حيت الا كنشوفوا لوتوريزاسيون كنشوفوا باش شاري واش عنده الملك واش ما عندوش، ما كنمشيوش نحضروا نشدوا العربون على واحد الارض في كونتون بون يعني خطوبه ليس بزواج كونتون بون راه ماشي بيع راه يقدر يشد بعد الفلوس ويزيد حالته، ولكن الا كان حد تيتر ديالو راه خاصه بينو نهار كنمشي نشري شي شي عقار شري وفيه تيتر كنمشي نحطوا له الحس ومصافحه حيت الناس كنتلاقي في ملي غنشري في انا غندفع لي 10 مليون باش نحس بمخاطره نهار تكمل مع السيد راه كيحس ما كيكون حتى شي ما كاينش طوال. دابا لو تسمو فيها 50 رقعه كتلقاي بايعه 400 واحد، ملي كيجي تيقول لا راه كان واحد الوكيل شرا هاد الارض من هاد السيد، ولكن هاد الوكيل ما عرفوش اللي بها في المشكل. وشكرا للجميع وكنشكركم جميعا سميتوني.